أوقاتكم سعيدة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. واليوم موضوعنا راح يكون عن الكسور المفتوحة. بيسرني رحب بضيفي في الاستوديو الدكتور منذر بغداد، أخصائي جراحة عظمية. يسعد أوقاتك دكتور منذر، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك. بداية دكتور، يعني ناخذ تعريف عن يعني ما هو الكسر المفتوح؟ طبعا بداية، الكسور المفتوحة طبعا هي مثل أي إصابة عظمية، عبارة عن تفرق اتصال في النسيج العظمي أو في البنية العظمية، لكن تترافق هذه الأزية العظمية بأزية في النسج الرخوي المحيطة بالعظم من عضلات وأوتار وأربطة والنسيج الخلوي تحت الجلد والجلد. يشترط حتى نسمي هذا الكسر كسر مفتوح أن يكون هناك اتصال لبؤرة الكسر بالوسط الخارجي. نعم. يعني لا يشترط أن يكون كل كسر مترافق مع جرح هو كسر مفتوح. يجب أن يكون هناك يعني الجرح واصل من الجلد، من سطح الجلد حتى بؤرة الكسر. في هذه الحالة يدعى الكسر كسر مفتوح. نعم. وإلا يدعى كسر مترافق مع جرح كسر عادي مترافق مع جرح، ويعامل معاملة الكسر المغلق. نعم. طب هون كيف بيحدث الكسر دكتور؟ طبعا هون الأزية أزية رضية كبيرة حكما. دائما الكسور المفتوحة منشوفها في الحوادث الكبيرة أو الأزيات الضخمة. نعم. في حوادث السير، في شهدت خلال الفترة الماضية بحكم الظروف اللي عم يمر فيها البلد، الظروف الأمنية اللي عم يمر فيها البلد، شهدت بكثرة هالإصابات. طبعا كل كسر طلق ناري مثلا هو كسر مفتوح. نعم. دائما، لأني الشظية اللي بتأدي لحدوث الكسر حكما أدت لحدوث جرح، وهذا الجرح يتصل حتى أو يصل حتى بؤرة الكسر. نعم. يدعى كسر مفتوح. هلأ في كتير ناس، يعني في كتير من الناس ممكن تفكر أنه يعني أنه الشرخ هو ليس بكسر. هلأ هون تصنيف الكسور. هلأ في عندك كسور بسيطة طبعا عبارة عن شرخ أو تفرق اتصال عظمي بدون تبدل، يدعى هذا كسر بسيط. رح نحكي دكتور منذر عن أنواع الكسور، ولكن بدي نوه على رقم التليفون للإخوة المشاهدين اللي عم يتابعوا حلقتنا من برنامج صحتك بالدنيا. رقم تليفون 429 200 429 200. دكتور منذر، أنواع الكسور. هلا بشكل عام انواع الكسور تصنف، هلا بدنا نحكي على الكسور بشكل عام وبعدين ندخل على الكسور المفتوحه. هلا الكسور بشكل عام كتصانيف لها تصانيف متعدده، منها حسب موقع الاصابه. مثلا اذا كان الكسر قريب من المفصل شامل للسطح المفصلي، اذا كان كسر مترافق بتشظي عظمي او قطع عظمي واحده او عده قطع عظميه. طبعا كل منطقه من العظام لها تصنيف خاص فيها. هلا في عندك كسور عنق الفخذ لها تصنيف، في عندك كسور الفخذ لها تصنيف، في كسور الشامل للسطح المفصلي في الركبه، كسور الطبق الزنبوبي لها تصنيف خاص فيها. كل منطقه عظميه لها تصنيف خاص فيها. فاذا بدنا نحكي عن هدول فموضوع كبير جدا. اما نحن بنحكي بشكل عام، الكسور تقسم الى كسور متبدله وكسور غير متبدله. من الناحيه العمليه هذا اللي بهمنا. كسور مشظات تشظي شديد، وكسور مشظات او كسور متبدله تبدل خفيف ما فيها التشظي العظمي الكبير. هذا بشكل عام مثل ما حكيت لك. اما اذا بدنا ندخل على تصنيف كل كسر، كل منطقه من مناطق العظم لها تصنيف خاص فيها. اما هيدا التصنيف العملي للعلاجي للكسور بشكل عام. اما الكسور ايضا تصنف من ناحيه الازيه النسيجيه، مثلا كسر مفتوح او كسر غير مفتوح، كسر مغلق مثل ما حكيت لك. الكسر المفتوح كيف بيكون؟ نعم. الكسور المفتوحة بحد ذاتها لها تصانيف أيضا. نعم. يعني خطورة وتبدل الكسر هون ممكن تعتمد يعني على مدى قوة الإصابة، الضربة أو الأزية أو شدة الإصابة. طبعا كلما كانت الإصابة أشد، كلما عملت أزية عظمية أكبر. نعم. وعملت تشظي عظمي أكثر، وبالتالي الإنذار العلاجي بيكون أسوأ بهالحالات هيدي. نعم. كلما كان الكسر شامل للسطوح المفصلية مع تأذي بالسطوح المفصلية بيعطي إنذار أيضا غير جيد للإصابة العظمية. نعم. طب دكتور، بما أنه حلقتنا اليوم هي يعني موضوعنا هو عن الكسور المفتوحة، طيب هون شو وجه الاختلاف بين الكسور المفتوحة يعني والكسور العادي وغيرها من الكسور؟ وغير بشكل عام الكسور المفتوحة مثل ما قلت لك هي عبارة عن أزية رضية شديدة.
يعني الاذيه اللي عملت الكسر حكما اذيه كبيره، بحيث عملت اذيه عظميه مع اذيه بالنسج الرخوي. هذا هي نقطه. النقطه الثانيه اللي بدنا ننتبه عليها هي اختلاف طرق العلاج. طريقة العلاج مختلفة هلا تماماً. العلاج بالتأكيد بالأخير يعني بعد ما نخلص إنه يعني نتعرف أكثر يعني شو هي الكسور تماماً. المفتوحة وكيف يعني بيتم تشخيصها، وبالتأكيد كمان بده يكون إلى أزيات مرافقة للكسور المفتوحة تمام. والدرجات. طب خلينا أول يعني نسأل إنه كيف هون يعني كيف بيتم دكتور تشخيص الكسور المفتوحة؟ طبعا بالبداية بحب نوه عن أنواع، لأني هي كتير نعم. كتير مهمة. الكسر المفتوح له أنواع مختلفة. مثلا إذا كان الكسر المفتوح من الداخل إلى الخارج نعم. هي نقطة مهمة جدا جدا، أو من الخارج إلى الداخل. يعني الجرح إذا تم العظم هو اللي عمل الثقب بالجلد له خطة علاج، وإذا كانت الأذية الجلدية نتجت نتيجة آلة حادة مثلا ضربت بالجلد وهي اللي سقبت الجلد وأدت لحدوث الكسر، بتختلف طريقة العلاج. يعني هون بيختلف التلوث. يعني إذا كان العظم هو اللي عمل الأذية الجلدية والأذية بالنسج الرخوي، خطة العلاج مختلفة عن الحالة اللي بيكون الجرح نتج عن أذية خارجية أو عن أداة خارجية أدت لحدوث الأذية الجلدية والكسر. إذا هون في عنا نقطة مهمة بتصنيف الكسور، الكسر من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل. هي إلى تصنيف. التصنيف الآخر بيعتمد على شدة الأذية بالنسج الرخوي. مثلا إذا كانت الأذية عبارة عن أذية الجلد لا تتجاوز 1 سنتيمتر بنسميها كسور مفتوحة درجة أولى. أما إذا كانت بين 1 إلى 5 سنتيمتر الجرح الموجود فهو درجة ثانية. وأما الدرجة الثالثة بتكون وصل حجم الجرح لحد 10 سنتيمتر. بهالحالة هيدي كمان بترافق بأذية نسيجية مختلفة. الدرجة الثالثة من هالكسور هيدي أيضا تصنف إلى عدة درجات حسب شدة الأذية الموجودة في النسج الرخوي من عضلات وأوتار وأعصاب وأوعية. إذا ترافقت بأذيات وعائية بنسميها درجة ثالثة كمان ألف وب وجيم كمان مقسمين لثلاث درجات حسب شدة الأذية الموجودة. نعم تفضل. التشخيص في هالحالات هيدي بيعتمد على القصة السريرية والفحص السريري. كيف صارت الأذية وشو سببها، كيف آلية الإصابة، والفحص السريري الدقيق للمصاب، بحيث لازم نتحرى وعائيا وعصبيا نشوف قديش في أذية بالنسج الرخوي غير وجود الكسر، لأنه بهمنا كتير نوصل لتشخيص دقيق إذا كان في أذيات مرافقة للإصابة العظمية. نعم. لوضع خطة العلاج المناسب. نعم. ذكرت هلا دكتور إنه الأذيات إنه يعني مفروض إنه يكون التشخيص دقيق. تمام. مشان توصلوا للأذيات اللي ممكن طيب هون بما إنك ذكرت هذا الموضوع، شو هي الأذيات المرافقة للكسور المفتوحة؟ هلا غير الأذيات الموضعية، هلا دائما المريض المصاب بكسر مفتوح. نعم. إذا متعرض لأذية شديدة حكما. بدنا ننتبه لبقية الأجهزة بالجسم. نعم. يعني المريض هو عبارة عن كل متكامل. أيوة. فأنا المريض المصاب بكسر نتيجة حادث السير تعرض لأذية شديدة أكيد ممكن يكون عنده أذية بطنية أو أذية صدرية أو أذية بالرأس أو إلى آخره. فبدنا ننتبه على هالنقطة بالبداية لنتأكد من عدم وجود أذيات أخرى مرافقة في أماكن أخرى من الجسم. وين بيكون الإنذار أكثر يعني بيكون سيء يعني من خلال مثلا حكم الإصابة الرأس. إصابات الرأس. إصابة الرأس هي الأكثر أهمية واللي هي مهددة للحياة. نعم. فبدنا ننتبه على هالنقطة انه مريضنا واعي متجاوب عم بيحكي معنا ونحكي معه وعم بيقدر يوجهنا قليلا الى الاصابات ولا لا. اذا بدنا ننفي اول شيء الاصابات المهددة للحياة اللي هي عبارة عن اصابات الرأس، اصابات الصدر، واصابات البطن فيما اذا كان في نزف داخل البطن او لا. نعم. بعد ما بنخلص من هيدي بدنا ننتبه بقى على الإصابة الموضعية أو المنطقة اللي بتخص الإصابة الكسر المفتوح. بدنا نتحرى الإصابة الوعائية، يا هل ترى هناك ضخ شرياني جيد للطرف ولا لا، كمية النزف اللي فقد المريض نتيجة الإصابة إذا كانت كمية كبيرة ولا لا. هي الإصابة وين بتكون بال يعني بالأطراف حكما بالأطراف. بالأطراف طبعا. نعم. هي الكسور مشان نحدد يعني الكسور المفتوحة أكثر مشاهدة في الأطراف. في الأطراف العلوية والسفلية. فبدنا نحدد بعد ما نفينا وجود إصابات مهمة وحياتية، تأكدنا من عدم وجودها، انتبهنا إلى الإصابة إصابة الطرف. بدنا نحدد النزف، النزف واقف ولا منه واقف.
المريض قديش خاسر دم، بدنا نأمن له فتح وريد بشكل نظامي وجيد لتأمين السوائل ونعوض له الدم اللي فقدوه. بعدين بدنا نتأكد من إصابة الشريان، إذا في إصابة شريانية أم لا، لاستدعاء أخصائي الأوعية إذا كان في ضرورة لذلك. بدنا نتأكد من عدم وجود إصابة وعائية عصبية عفوا. هون بيكون الإنذار يعني تماماً سيء تماماً. نعم. إذا كان في عندنا إصابة وعائية، في خطورة على الطرف، في تهديد ببطن الطرف إذا كانت الإصابة الوعائية وما انتبهنا عليه وتم إصلاحها بسرعة. نعم. لأنه هون في الزمن بيلعب دور كبير بهالموضوع أيضا. نعم. الطرف ما بيتحمل بقاؤه بدون تروية دموية لفترة طويلة. نعم. فيجب ترميم الإصابة الوعائية بأسرع وقت ممكن. وقديش بده يكون في إنذار خطأ إنه يعني وقت مثلا إنه ممكن يعني حتى الست ساعات الأولى ننتبه. نعم. خلال الست ساعات الأولى يجب ترميم الإصابة الوعائية إذا كانت موجودة. نعم. الإصابة العصبية أيضا لازم ننتبه عليها، نشخصها ونطلب الأخصائي العصبية لترميم الإصابة العصبية. نعم. فيما بعد إذا كانت هذه الإصابات غير موجودة منبلش نشتغل على مستوى العظم والهيدي، بعد طبعا إجراء الصور الشعاعية، إجراء طبقي محوري إذا كان في ضرورة لذلك. نعم. دكتور، يعني دائما بحالة الكسور أو الإصابات يعني بتكون دائما في بعملية نقل المصاب بتكون في طرق غير صحيحة، يعني تمام. ممكن هن أحيانا يعني بنعاطفتهم، ممكن الأهل يعني أو الهي ممكن يعني يمسكوا هالشخص المصاب بطريقة غير صحيحة تؤدي يعني لأذيته يعني أضعاف عن الإصابة. هون يعني شو هي الطريقة الصحيحة لنقل المصاب بالكسور؟ هون النقطة مهمة كتير كتير، هي عملية نقل المصاب وآلية حدوث الإصابات أحيانا. نعم. أو الاختلاطات اللي عم نحكي عنها اللي هي الإصابات الوعية والعصبية كتير أحيانا بتصير نتيجة النقل الخاطئ. نعم. لأنه شدف العظم أو قطع العظم المشظات ممكن تكون هي السبب في حدوث الإصابة العصبية عندما يتم نقل المريض بشكل غير. نعم. غير جيد. أه. فالمبدأ الأساسي بهالحالات هو نقل المريض بشكل صحيح إلى أقرب مشفى. آلية التعامل الصحيحة بهالحالات هي بتعتمد على مجموعة من النقاط. نعم. النقطة الأولى هي محاولة إيقاف النزف. أه. أو تخفيف كمية النزف اللي ممكن يخسرها المريض ريثما يتم وصوله إلى المشفى. وبيتم بوضع أي قطعة قماشية نظيفة على بؤرة الجرح أو بؤرة الكسر وتغطيته برباط ضاغط أو أي شيء ضاغط بحيث نأمن إرقاء مؤقت ليوصل المريض للمشفى. هاي نقطة مهمة جدا جدا. النقطة الثانية هي تثبيت القطعة أو العظم المصاب. تثبيته منه كتير صعب بأي قطعة قاسية، سواء قطعة خشبية أو قطعة بلاستيكية أو قطعة حديدية ممكن يتأمن تثبيت الطرف، أو حتى قطعة كرتونية ممكن يتأمن تثبيت الطرف، تنوضع بشكل معين وبتلف على الإجر بشكل بحيث تأمن تثبيت الطرف وما يصير في حركة في بؤرة الكسر. في بس حال تكون القطعة يعني شوي قاسية، بس تكون قاسية. نعم. تماما. في حال ما توفر هالشي ممكن استعمال الطرف الآخر، يعني مثلا إصابة بالعضد ممكن نضب على الصدر برباطات أو أحزمة خاصة نحطها على الصدر وتأمن تثبيت مؤقت ريثما يتم يوصل المريض على المشفى. في الطرف السفلي مثلا ممكن نستعمل الطرف السفلي السليم الآخر بحيث نقرب الطرفين من بعضهم ونضبهم ويصير الطرف هو جبيرة للطرف الآخر ونثبت على مستويات متعددة. نعم. يعني أكثر من مستوى بهالحالة بدنا نثبت بحيث نأمن تثبيت الطرف على الطرف الآخر. مه. بحيث ما يصير في أي حركة في بؤرة الكسر، وبالتالي هذه القطعة ما تعمل أذية بالنسج الرخوي اللي ممكن تكون هي سبب المشكلة فيما بعد. نعم. هون بننتقل للعلاج الكسور المفتوحة. علاج الكسور المفتوحة إنه بيفرق عن علاج الكسور العادي. كتير بنسمع والله أنه حطينا له إن كان مكسور حطينا له مثبتات يعني معدنية مثل الصفائح والأسياخ، يعني كتير بنشوف والله هاي مكسور والله أخذناه على المشفى أنه طلع الكسر حطينا له يعني سيخ أو تثبيت داخلي. أو تثبيت داخلي. بتفرق دكتور يعني هون حالة العلاج من الكسور العادي للكسور المفتوحة؟ إيه قطعا. آلية التعامل. نعم. ما بين الكسر العادي والكسر المفتوح مختلف اختلاف جذري. مه. اختلاف شديد وواضح يعني. نعم. آلية التعامل، لكن التعامل مع الكسر المفتوح بشكل عام بيعتمد على مجموعة من النقاط الأساسية. النقطة الأولى مثل ما حكينا عن التصانيف بتدخل كتير
لها علاقة بالعلاج أو باختيار طريقة العلاج. في حال كان الكسر المفتوح ما نو ملوث بشكل شديد أو من الدرجة الأولى، ممكن نتعامل معه على أساس كسر مغلق. يعني إذا كان الكسر مثلا مثل ما حكيت لك صاير من الداخل إلى الخارج مع أزية نسيجية صغيرة لا تتجاوز 1 سنتيمتر بالجلد، ممكن نتعامل معه على أساس كسر مغلق ونعمل له تثبيت داخلي مباشرة، سواء بصفائح وبراغي أو بأسياخ معدنية أو سفافيد أو إلى آخره. يعني نختار طريقة العلاج المناسبة وكأني كسر مغلق. أما في حال كانت الأزية النسيجية أكبر ودخلنا بالدرجة الثانية أو الثالثة، هون طريقة العلاج بتختلف. نعم. طبعا المبدأ الأساسي في العلاج هو تنظيف بؤرة الكسر، بؤرة الجرح يعني. نعم. الغسيل بالسيروم المالح بشكل جيد للحصول على نسيج نظيف وإزالة كافة الشوائب والنسج المتموتة والمرضوضة من المنطقة. يعني بدنا أول شيء نعالج الجرح بالغسيل المستمر بشكل جيد حتى نحصل على نسج نظيفة. بعدين بنختار طريقة التثبيت المناسبة للكسر، إما تثبيت داخلي أو تثبيت خارجي أيضا. لكن بشكل عام في الكسور المفتوحة بنعتمد على التثبيت الخارجي أكثر من التثبيت الداخلي بكثير. طبعا السبب هو الكسر، وضع المعدن دائما داخليا على أرضية غير نظيفة أو فيه نسج متموتة قد تؤهب لحدوث الإنتان حكما، وحدوث الإنتان بالتالي وخاصة في بؤرة الكسر بيخلق مشاكل كتير متعددة فيما بعد. يعني بيدخل المريض في متاهة طويلة جدا جدا، ممكن تؤدي إلى حالة كارثية أحيانا. يعني ممكن تكون سبب في بتر الطرف طبعا. نعم. في أزيات كبيرة ممكن تؤدي إلى بتر الطرف. طبعا علاج مثل ما حكينا علاج الكسور المفتوحة إذن علاج كتير كتير صعب، وآلية التعامل معه بدها حكمة مطلقة. نعم. باختيار طريقة العلاج الهيدي. وممكن طريقة العلاج ما تكون بمرحلة واحدة، ممكن نضطر نعمل أكثر من عمل جراحي حتى نقدر نوصل للنتيجة العلاجية المضبوطة. ممكن يحتاج المريض هون إلى يعني كذا عملية أكثر من عمل جراحي. نعم. مثلا في حال وجود كسر مفتوح مع أزية نسيجية كبيرة بغض النظر عن وجود إصابة وعائية أو إصابة عصبية، بس نحن بدنا نعالج بؤرة الكسر غير العمل الجراحي اللي ممكن يتم على الأوعية وعلى الأعصاب. عالجنا بؤرة الكسر، عالجنا الكسر بمثبت خارجي فرضا، وبتكون بهالمرحلة عالجنا النسج الرخوي على مدى شهر شهر ونص، وصلنا إلى نسج إلى علاج كامل للنسج الرخوي والتأم الجلد بشكل جيد. بنرجع بنشيل المثبت الخارجي وبنحط تثبيت داخلي سيخ أو صفيحة أو إلى آخره. نعم. أما إذا كانت الكسور المفتوحة مترافقة بتشظي عظمي شديد، ممكن نضطر نعمل تطعيم عظمي. يعني ممكن الكسر المفتوح ووجود شظايا عظمية متعددة يكون في ضياع مادي عظمي، يعني يكون قطع عظمية طلعت وراحت من العظم، يعني منا موجودة أصلا. وهيدي العمليات يعني حقيقة عم تجرى عنا يعني، وعم بيكون يعني يعني في شفاء طبعاً كامل بهذا. طبعاً 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 هي. نعم. العمليات يعني تجرى بسوريا من زمان. نعم. ما بس تواتر بجوز خلال الفترة الماضية أصبح أكثر. صحيح. أكثر مشاهدة وأكثر هيدي. نعم. عمليات النقل العظمي موجودة، الطعوم العظمية بشكل عام، مثلاً الكسور المترافقة مع ضياع مادي عظمي، مريض متعرض مثلا لإصابة بقذيفة أو شظية كبيرة أو طلق ناري بطلقات متفجرة، بتكون عاملة ضياع مادي عظمي كبير وخسارة في المادة العظمية تتجاوز 10 سنتي، عم بيتم ترميمها ووضع مثبتات خارجية وعلاج البؤرة، بؤرة النسج الرخوي أو البؤرة بؤرة الإصابة، ليتم شفاء الجرح بشكل كامل، ما يتم نزع المثبت الخارجي ووضع طعم عظمي بالمنطقة أو نقل عظم من مكان آخر. يعني أحيانا ما نعتمد على نقل الشظية الموعات لتعويض النقص العظمي وترميم العظم الضائع، وعم بياخد نتيجة جيدة. طبعا في هالمجال هيدا هون كمان في طرق علاجية مختلفة. يعني الحالة اللي بتترافق الكسر المفتوح اللي بيترافق مع ضياع مادي عظمي له طرق علاجية يعني هو مختلفة. الطب دائما في تطور دكتور يعني. طبعا فما بقى في مخافة يعني من أي عمل جراحي، يعني أي عمل جراحي
الحمد لله الإمكانيات المتوفرة متوفرة عنا بسوريا وبكل مشافي سوريا. صحيح. حتى بكل مشافي القطر حتى المشافي المحيطية تتوفر فيها إمكانيات علاجية جيدة جدا. يعني نحن بنلاحظ أنه مشافينا الحمد لله فيها إمكانيات علاجية لمثل هذه الإصابات بشكل كتير كتير جيد، وعم تعطي نتائج رائعة من خلال توفر كل المستلزمات الطبية اللازمة من أجهزة تثبيت خارجي لأجهزة تثبيت داخلي لأدوية وعلاجات كاملة لأجهزة مثل أجهزة التنظير القوسي اللي بتلعب دور كتير مهم بعلاج هذه الحالات، لوسائل الاستقصاء أيضا، وسائل الاستقصاء الشعاعي او الطبق المحوري او المرنال المغناطيسي اللي ممكن احيانا نعتازه في تشخيص هذه الاصابات، كلها متوفره وعم يتامن علاج كل هذه الاصابات في المراكز او المشافي الموجوده في محافظتنا وفي المحافظات الاخرى. طب هون كيف ممكن دكتور يعني تفادي تحول الكسور المغلقه الى كسور مفتوحه؟ طبعا هي سؤال مهم جدا جدا، لانه له علاقه بطريقه النقل. الكسر المغلق احيانا وفي بعض الحالات ممكن يتحول نتيجه النقل الخاطئ الى كسر مفتوح، وخصوصي مثلا في العظام السطحيه، مثلا عظم الساق. عظم الساق هو عظم سطحي، يعني لا يغطيه كميه من النسج الرخوي. عظمة الساق ممكن إذا تعرضت لكسر وهو كسر مغلق نتيجة النقل السيء أو وضعية معينة للمريض بنقله أو مسك الرجل بطريقة خاطئة، يسقب العظم يسقب الجلد ويحوله لكسر مفتوح. لذلك نقلية النقل يجب أن تكون مهمة بالمحافظة على وضعية الطرف بشكل مستقيم وعدم حركة تحريك بؤرة الكسر أثناء النقل. يعني اللي بده قديش معناها مهمة يعني جداً. طريقة جدا نقل المصاب في العظام مثل ما عم بحكي لك. عملية نقل المصاب من منطقة الحادث إلى المشفى عملية مهمة جدا جدا. وهي يمكن كثير يعني في انتباه على هذا الموضوع، يعني لانه بيكون الحادث صاير والناس بقى بدها بس بقى بدها توصل يعني على اقرب مشفى المصاب. طبعا هون ما عم بيلاحظوا انه انا ممكن يكون انا سببت له يعني هون اذيه لهذا المصاب بطريقه النقل الخاطئه. طبعا هلا في اليات او في طرق للنقل ممكن تودي بحياه المريض. يعني مثلا اصابه بالعمود الفقري. اصابه بالعمود الفقري ممكن آلية النقل تؤدي إلى أذية النخاع الشوكي وانقطاع النخاع الشوكي وتعمل له حالة شلالية. طيب بهيك حالة دكتور، طيب الناس يمكن يعني ما عندهم هي الثقافة انه يعني بقى يعني بتكون الإصابة، ومثل نحن مثل ما بنقول نحن شعب كثير ناس عاطفيين، يعني هي العاطفة اللي عم تغلب يعني على يعني الادراك بلحظات الحادث او بلحظات انه الاصابه، انه انا بقى لا يعني انا فورا انا بدي انقل على المشفى بدون انا ما عم بعرف يمكن اني انا عم باذي لهالمريض وعم خلي حالته تسوء بطريقه نقلي الخاطئ الى المشفى. طيب بهي الحالات دكتور، يعني اذا انا ما يعني الاشخاص ما عندهم يعني معرفه بكيفيه نقل هذا المصاب، يعني كيف ممكن يتصرفوا؟ أنا بشكل عام بحب أحكي كلمة صغيرة بهالموضوع هيدا. أي منطقة يتألم منها المريض، يجب أن تنقل أو يجب أن تبقى بالوضع التشريحي اللي لها الطبيعي. مثلا العمود الفقري الوضع التشريحي اللي له هو مستقيم. نعم. معي؟ مجرد ما شكى المريض من ألم بمنطقة العمود الفقري يجب أن يوضع العمود الفقري بهالوضعية هيدي وما نحنه. ما نخلي للمريض ينحني او ياخذ وضعيه الانحناء الشديده. مجرد ما اخذ وضعيه الانحناء في حال كان في كسر بالعمود الفقري او منطقه مخلخله في العمود الفقري بتاذي محتويات المنطقه، بتاذي النسج الرخوي الموجوده بالمنطقه. الطرف السفلي فرضا اصابه بالفخذ، الوضع الطبيعي للفخذ هو الوضع المستقيم، ف للمحافظة أو لمنع حدوث أي أذية بنمسك الطرف بوضعية مستقيمة، ولو شدينا الأجر وتألم المريض قليلا وثبتناه بأي قطعة قاسية خشبية موجودة بالبيت أو أي شيء بنلفه على الأجر بشكل جيد بأي قطعة قماشية شاش أي شيء بتأمن نقل آمن وسليم للمريض.
لذلك بدنا ننتبه نحن أثناء الحركة، مجرد ما كان في ألم للمنطقة إذا في أذية، بدنا نفترض أنه في أذية لو ما كانت الأذية موجودة، لكن مجرد نحن شكينا بوجود هذا الإصابة يجب أن نقل بوضع تشريحي سليم. والوضع التشريحي السليم هو الوضع الفيزيولوجي الطبيعي، العمود الفقري هو الوضع الطبيعي اللي قاله أنه يكون مستقيم، فالنقل إذن بيكون بوضعية مستقيمة، والأطراف السفلية والعلوية أيضا هيك نفس الطريقة. دكتور، ممكن تصير مشاكل واختلاطات بالكسور المفتوحة؟ ايه طبعا. طبعا في مشاكل واختلاطات كثيره، يعني بغض النظر عن الاختلاطات والمشاكل اللي حكينا عنها او الاذيات اللي ممكن تترافق مع الكسور المفتوحه اللي هي الاصابات الوعائيه والاصابات العصبيه وما تخلفه هذه الاصابات من مشاكل، يعني مثلا الاصابات العصبيه حكما لها مشاكل مختلفه بدها تبقى احيانا مع المريض للابد. الاصابات الوعائيه وما تخلفه من مشاكل كارثيه، مثلا اذا مريض ما انتبه الطبيب على الإصابة الوعائية ممكن مثل ما حكيت تكون السبب في بتر الطرف. لذلك الانتباه على هالنقاط. بغض النظر عن هدول المشاكل والاختلاطات، هناك مشاكل واختلاطات كثيرة، منها مشاكل تحدث بشكل آني أي لحظي، أي بعض الإصابة في مرحلة ما حول الجراحة التي تمتد ما بين 20 يوم إلى الشهر، هون لها اختلاطات، والمراحل أو الاختلاطات اللاحقة التي تحدث فيما بعد خلال الأشهر من الإصابة. فالمرحلة الأولى ممكن تكون اختلاطات الجرح اللي هي مثلا ممكن يصير عندنا هيماتوم بالجرح، يعني تجمع دموي في بؤرة الكسر أو بؤرة الإصابة. ممكن يصير عندنا انتان والتهاب في بؤرة الكسر. يعني إذا صار انتان أو هيدا بده يتم معالجته، الهيماتوم بده يتم تفريغه منشان ما يأهب لحدوث الانتان. تموت الجلد اللي كتير منصادفه في إصابات في الكسور المفتوحة، بيصير نكروز أو تموت بالجلد فوق منطقة الإصابة، وبهالحالة هيدي كمان ممكن نلجأ أو نحتاج لإجراء علاجات أو علاج ترميمي بنسميه. جراح ترميم بيجي بيعمل طعوم جلدية أو نقل شرائح جلدية لتغطية منطقة الإصابة. هي اختلاطات آنية بتصير فيما حول الإصابة. وفي عندك اختلاطات بتجي فيما بعد، اختلاطات بنسميها اختلاطات متأخرة. شو هي؟ مثل ذات العظم والنقي المزمن اللي بيصير كتير ومشاهد بكثرة في الكسور المفتوحة بسبب التلوث اللي بيكون صاير في الكسر المفتوح، بيصير ذات عظم ونقي. وعلاج هذه الحالة أيضا علاج صعب وقاسي وطويل، وبيعتمد بها الحالة إذا كان هناك تثبيت داخلي يجب أن يتم نزعه مباشرة، ينزع المثبت الداخلي أو الصفيحة أو البراغي أو السيخ أو أي شيء، ويتم علاج الإنتان. طبعا ممكن نلجأ بها الحالة إلى وضع مثبت خارجي مثل ما حكينا، ووضع جهاز بسميه جهاز غسل. شو هي المثبتات الخارجية دكتور؟ المثبتات الخارجية عبارة عن أجهزة خاصة بتقوم بتثبيت العظم بدون الدخول إلى بؤرة الكسر تماما. يعني بتجي مثل قفص حول. لأنك قلت مثبت خارجي، مثبت خارجي بدنا نعرف شو هو مهم. المثبت الخارجي مهم جدا في علاج الكسور المفتوح، مهم جدا في علاج، وقسم كبير جدا من الكسور المفتوحة تعالج بالمثبتات الخارجية في المراحل الأولى، وممكن ننتقل للتثبيت الداخلي فيما بعد، وأحيانا ممكن الاستمرار في العلاج بالمثبت الخارجي. كنا عم نحكي عن ذات العظم والنقي المزمني اللي بتكون هي اختلاط كتير شائع للكسور المفتوحة. إذن هون فينا نقول أنه يعني طبيعة العلاج بتعتمد بالدرجة الأولى يعني على مكان وطبيعة الكسر. تماما تماما. فمن الاختلاطات أيضا عندك اليبوسات المفصلية اللي ممكن تصير نتيجة الكسور أو نتيجة التثبيت. طبعا اليبوس المفصلية ممكن علاجها شرط ما يكون في أذية بالسطح المفصلي، وعلاجه بيكون بإجراء العلاج الفيزيائي بشكل مكثف لإعطاء الحركة المناسبة. ما إذا كان في أذية بالسطوح المفصلية مرافقة للكسر، بهالحالة حكما بدها تترافق الإصابة أو نتائج العلاجية بدها تكون إلى حد ما غير مرضية من ناحية الحركة، بدها تترافق بتحدث حركي. من الاختلاطات أيضا الضمور العضلي، ممكن يصير في عنا ضمور عضلي بسبب الإصابة بالكسور المفتوح. وهي كمان يعني حالات يعني لو إنما كتيرة بس موجودة، إنه دائما بنشوف إنه والله بيقولوا لك صار معه حالة ضمور. إيه نعم. الضمور العضلي. العضل نعم. له أشكال مختلفة أيضا. في عندك الضمور العضلي بيصير كاختلاط للكسر المفتوح.
هيدا ضمور عضلي بسبب قلة الحركة ونقص استعمال الطرف، هذا ممكن يتراجع. أما في عندك حالات ضمور عضلي بيكون سببها الإصابة العصبية، يعني ما في تنبيه عصبي عم يجي على العضلة لتقوم بالحركة، وبالتالي بتضمر العضلة بهالحالة، يعني ما في تغذية عصبية. لهيك أحيانا بنشوف أنه بعد يعني بعد الشفاء بنلاحظ أنه دائما يعني أنه ممكن بيقول لك أنه بدنا معالج فيزيائي، بنشوف كثير ناس بتعتمد على المعالجة الفيزيائية بعد هلأ بالإصابات العظمية بشكل عام. في الإصابات العظمية بشكل عام، لا بحالة الضمور أنا قصدي، يعني كثير بنشوف أشخاص أنه صار عندهم يعني بحالة الضمور بنشوفهم أنه يعني مباشرة الطبيب بيوجههم للعلاج الفيزيائي. ايه كنت بدي اقول لك انه المعالج الفيزيائي مهم جدا، له دور كبير في علاج الكسور بشكل عام بغض النظر. حلقتنا القادمة إن شاء الله بدها تكون عن المعالج الفيزيائي. نعم. دوره مهم جدا المعالج الفيزيائي في الكسور المفتوحة والكسور بشكل عام. نعم. يعني إعادة التأهيل جزء مهم من العلاج العظمي بحد ذاته. نعم. وإلا ما بيتوج هالنتيجة العلاجية بشكل جيد إذا ما كانت ولكن يعني بحالات فقط انه تستخدم على يعني اللي يستخدم على العلاج الفيزيائي. هلا بالكسور المفتوحه بشكل عام غالبا بتعتاد بشكل عام. بالكسور المفتوحه غالبا بتعتاد معالجات فيزيائيه غالبا. اما الكسور العاديه ممكن الواحد يستغني عنها، رغم انه العلاج الفيزيائي بيبقى مهم في كل الاصابات العظميه. نعم. العلاج الفيزيائي مهم مع المريض العظمي من بدايه الاصابه وحتى نهايتها. نعم. دوره كثير كثير مهم في تأهيل الطرف، في تقوية العضلات، في تحريك المفاصل، في تعليم المريض على المشي، كيف لازم يمشي المريض المشي الصحيحة. نعم. هي كتير مهمة، خوفا من أنه يتعود على مشي مانا صحيحة ما فينا ننسيها بسهولة، يعني بيصير يطول المريض حتى يرجع لوضعه الطبيعي. هو أحيانا بدي أخلاقه للمريض دكتور، لأنه أحيانا ممكن يعني فترة العلاج للمريض تكون طويلة، فممكن ما بقى يقدر يتقيد بكل يعني التعليمات اللي بيعطيها الطبيب. ما هذا هو اللي بدي أقول لك إياه، من ضمن اللي بتمناه من كل المرضى وخصوصا اللي عندهم إصابات كبيرة أو كسور مفتوحة، أنه بده يكون الطبيب صبور جدا على العلاج، والمريض بده يكون صبور أيضا. يعني الكسور المفتوحة بدها صبر من الطرف من الطبيب والمريض، لأنه دائما المشوار طويل ممكن يتجاوز السنين. نعم. في الكسور المفتوحة المترافقة بضياع مادة عظمي ممكن العلاج يستمر حتى السنتين. نعم. حتى يرجع يتأهل المريض بشكل كامل. خلال هذه الفترة ممكن أكثر من عمل جراحي مثل ما حكيت لك، وكل عمل جراحي بده رافقه ألام، بده رافقه معاناة من قبل المريض، بده رافقه روحات وجيات عند الطبيب، للمشفى، للمعالج الفيزيائي بإعادة تأهيل من أول وجديد بعد كل عمل جراحي. كل هذه المشاكل المريض بده يكون صبور عليها. فالإصابات العظمية مثل ما حكيت لك بده يكون المريض صبور. في ناس خلقها ضيق كثير. ايه طبعا طبعا. ما بتقدر. بالإصابات العظمية بده يكون المريض إلى حد ما عنده بال طويل. عنده بال طويل، وخصوصي في مثل هالإصابة حتى ياخذ نتيجة جيدة. أما إذا كان المريض ملول أو خليني أسميه جريء شوي صغير بالحركة أو استعمال الطرف، ممكن يوقع حاله في مشكلة. يعني أنا بحب أقول هون نقطة، أنه زوال الألم لا يعني شفاء الكسر. زوال الألم لا يعني شفاء الكسر. ما هيك نحن هي أنه خلص والله يعني والله ما بقى عم توجعني الحمد لله، يعني أنا بقدر بمشي. يعني طبعا هذا يعني رد على كلامك دكتور، أنه يعني بس يروح الألم أنه فعلا أنه منفكر أنه خلص نحن طبنا فبنقدر أنه نحن نمشي. ولكن هلأ كلامك أنت لا يعني أنه زوال الألم أنه يعني هناك شفاء. يعني شفاء كامل بالإصابة. هلأ الألم ممكن خلال 10-15 يوم يكون الألم رايح، وحتى بيكون العظم استبعيد عن بعضه، ممكن يكون عم ياخذ ادويه، يعني ياخذ علاجات وادويه. علاجات وادويه. نعم. الادويه والعلاجات مهمه جدا جدا. هلا هي بدنا نحكي عن ايضا طبعاً. يعني الادويه يعني قديش مهمه ايضا في معالجه الكسور، وخاصه اذا كان يعني كسر مثل الكسور اللي عم نحكي عليه، الكسور المفتوحه بتسبب يعني الام، يعني حاجه ما عم يتحرك. كمان انه يعني كمان الالم يعني هون بقى يعني فعلا ما بقى عنده صبر المريض. هلا العلاج مثل ما حكينا الشق الأول من العلاج هو علاج المنطقة أو البؤرة أو الكسر،
بعد ما أمننا التثبيت الجيد وأمننا العلاج النسج الرخوي بشكل مثالي وتنظيفه بشكل جيد، بدنا ننتقل للشق الدوائي أو العلاج الدوائي. طبعا هذا مهم جدا جدا، ما مثله مثل بقية الكسور النظيفة اللي ما تصير بغرفة العمليات. هون الجرح ملوث، في ميكروبات، في جراثيم، في وسخ، صاير الكسر صاير او الجرح صاير بالشارع، فحكما بده يكون في تلوث. حتى نتجاوز هالمرحله بعد الغسل الجيد اللي يعني قد ما تغسلي ما ممكن تقدري توصلي ل نظافه مطلقه. لذلك لابد من العلاج بالصدات الحيويه، والعلاج بالصدات الحيويه بده يكون شامل لكل الاطياف الجرثوميه، يعني الايجابيه والسلبيه واللاهوائيه. يعني بدنا نعطي علاج ثلاثي حتى نقدر نأمن تغطية كاملة لكافة أنواع الجراثيم اللي منحط احتمال ممكن تكون الجرح ملوث بها. إضافة لتسكين الألم اللي هو عنصر مهم وأساسي، أنه لازم يتسكن المريض بشكل جيد ألميا لمنع حدوث، لأن الألم دائما بيعمل نوع من قلة الثقة أو المعاناة، المريض بتزيد أكثر وبيزيد ملله مثل ما حكينا وتعبه النفسي اللي هو سلفا بيكون عنده مشكله نفسيه نتيجه الاذيه او الاصابه. نعم. دكتور هلا بدي اسالك سؤال، انه احيانا بيكون بالوراثه في شيء اسمه هشاشه عظام. يعني قديش ممكن يعني هشاشه العظام يعني بهيك حالات اذا كان الشخص يعني خلينا نقول يعني مهيئ لهشاشه العظام، يعني هون بالعلاج يعني قد ايه ممكن تكون يعني فتره العلاج طويله او ما يكون العلاج يعني صح مثل وقت اللي يكون شخص لا ما عنده هشاشه عظام؟ هلا مثل ما حكينا العلم تطور جدا، ما هي تقنيات العلاج اختلفت وطرق التثبيت اختلفت. هناك طرق وتقنيات علاجيه خاصه لهؤلاء المرضى. يعني صار في تقنيات خاصه لتثبيت الكسور، لانه بنعرف كثير عند المرضى اللي عندهم هشاشه عظميه، هشاشه عظميه، لانه كثير في ناس عندهم هشاشه عظميه ونسبه يعني نسبه لا يعني كبيره، ما رح فينا نقول والله نسبه، انه خاصه هون يعني يعني خاصه فينا نقول يعني بالساحل السوري كثير بنشوف الناس عندهم هشاشه عظام في نسبه منيحه. هشاشه العظام طبعا هذا موضوع كبير وفخم وآلية علاجه لا، ولكن انه يعني انا عم بربط انه يعني اذا شخص يعني كان مصاب بكسور باي كسر او بكسر مفتوح وكان هو مؤهب يعني في عنده يعني هشاشه عظم، انه هون قديش ممكن يستصعب يعني حاله العلاج والشفاء؟ العلاج هون مختلف، بطريقه التثبيت بغض النظر اذا كان الكسر مفتوح او مغلق. إذا كان الكسر مفتوح أو مغلق تقنية العلاج، تقنية التثبيت مختلفة حكماً. تختلف. تختلف. هلا مثلا ممكن الاعتماد على صفائح خاصة. صفائح بنسميها صفائح القفل. نعم. مثلا. هي صفيحة القفل هي تقنية جديدة، ما أنا كثير مصر لزمان شي كام سنة. تقنية جديدة خاصة مصابي هشاشة العظام. لمصابي هشاشة العظام. ممكن نعتمد على وضع طعوم عظمية في منطقة الأزياء أو الإصابة لتحريض عملية الاندماج، بغض النظر عن العلاجات الدوائية اللاحقة اللي ممكن نلجأ لها فيما بعد لترميم الكتلة أو تحسين الاندمال العظمي. يعني ممكن بعد العمل الجراحي اللي هو مثل ما حكيت لك طرقه مختلفة وتقنياته مختلفة عن الكسور العادي أو الكسور التقليدية، منضيف إضافة للعلاجات الدوائية اللي حكينا عنها اللي هي الأنتيبيوتيك والمميعات والقصص هاي دي، بدنا نضيف الأدوية المرممة للعظم اللي هي الأدوية اللي بتساعد على تثبيت الكلس في العظم. طبعا هون دائما بدنا نعتمد أيضا على تشخيص الحالي، إنه هذا المريض ليش صار عنده ترقق عظم أو استيوبوروز عظمي، شو سبب حدوث الاستيوبوروز العظمي، يعني منشان نحط خطة العلاج المناسبة. طبعا في حالات ترقق العظم بنسميها حالات ترقق العظم الأساسي اللي هي مانا محددة أو ما معروف سببها، بهالحالة هيدي بنعتمد على مواد مثبتة للكلس بالعظم ومع دعم جيد بالكالسيوم، ودائما بنحاول نعمل حركة مبكرة لهؤلاء المرضى. يعني قدر الإمكان هون الكلس كيف ممكن نعطيهم يا؟ في حبوب خاصة، في علاجات خاصة نضيفها للعلاج عند هؤلاء المرضى، بس دائما بنحاول نعمل حركة مبكرة للمريض، انه الحركة المبكرة كمان هي لها دور كتير في تحسين آلية الاندماج. بنحاول نعمل تثبيت جيد قوي وحركة مبكرة ايضا بغض النظر على الخطط العلاجية الدوائية اللي حكيت لك عنها.
مجرد ما عملنا حركة مبكرة قطعا منساعد كتير في اندمال الكسر. والحركة المبكرة ما بتكون إلا إذا حصلنا على تثبيت جيد. يعني المريض اللي ما ثبتناه بشكل جيد ما فينا نعمل له حركة مبكرة، بدنا نضل حاطينه بالتخت. والنوم بالسرير فترة طويلة هي بحد ذاتها بتأهب لحدوث الاستيوبروز أو الترقوق العظمي. صحيح. لذلك يجب أن تكون الحركة مبكرة قدر الإمكان للحصول على نتائج علاجية جيدة في مرضى الترقق العظمي أو مرضى نقص الكثافة العظمية بشكل عام. نعم. وهون يعني دكتور كمان يعني قديش يعني العمل الجراحي بيعتمد على خبرة الجراح، وخاصة في الكسور المفتوحة أو بالكسور يعني. هلأ بشكل عام الكسور من ضمن رغم وجود تصانيف وأنواع و دراسات مختلفة، لكن دائما بتشاهدي أو بتشوفي شيء جديد. صحيح. في الإصابات العظمية يعني بتلاحظي أنه في شيء ما شايفته بعد. نعم. لذلك بده يكون في جراح يتمتع بخبرة جيدة، وخاصة في علاج الإصابات الشديدة اللي حكينا عنها. نعم. وعنده قدرة على اختيار الطريقة المناسبة للعلاج ووضع خطة علاج صحيحة فيما بعد العمل الجراحي. ولازم يعرف لوين وصل بتقنيته الجراحية. يعني حط صفيحة مثلا، هذه الصفيحة عطتني تثبيت جيد ولا لا؟ كيف كان البراغي، ثبتت ولا لا؟ السفود اللي حطيته، السيخ اللي حطيته هو سيخ ملائم بشكل مطلق؟ عامل لي خلخلة عظمية ثابت؟ البراغي اللي حطيتها كانت ثابتة قوية أم لا؟ هون الجراح لازم يعرف أنا لوين وصلت بنهاية عمليتي، قديش خدت نتيجة إيجابية لأعرف كيف بدي أحرك المريض. إذا كانت النتيجة البراغي ثابتة والصفيحة جيدة قوية، توزيع الصفيحة وتوزيع البراغي له دور. مثلا عدد البراغي اللي فوق بؤرة الكسر واللي تحت بؤرة الكسر لازم يكونوا متساويين إلى حد ما، ما تكون الصفيحة مثلا طالعة لفوق أكثر من لتحت. يعني في عندك نقاط مهمة في منطقة الوصل، وصل الصفيحة أيضا مهمة. كل هذه النقاط لها دور في نتيجة العلاج. وتعتمد هذه مثل ما قلت لك على خبرة الجراح، أيضا تعتمد على الإمكانيات المتوفرة والموجودة. يعني ممكن أحيانا الجراح يضطر لتثبيت كسر بصفيحة ما متوفر عنده السفود، فرضا كان أفضل يحط سفود، بس السفود ما متوفر اضطر يحط صفيحة. طبعا هي بده ياخذ نتيجه علاجيه مانا بنفس الجوده اللي لو حط السفود، بس السفود مانو متوفر عنده. هي دي كمان لها دور في اختيار طريقه العلاج. نعم. المناسبه. دكتور يعني بنهايه حلقتنا لليوم، يعني هو دائما الوقايه خير من العلاج، نحن كيف ممكن نمنع الكسور وكيف ممكن نقوي عظامنا ونحافظ عليها تكون سليمة بحال انه يعني اذا صار في اي حادث او اي كسر انه ما يكون في عندنا هيدي الهشاشة العظمية، او تكون كتير يعني انه اي ضربة، لانه بنلاقي ناس كتير عندهم يعني هشاشة بالعظام، يعني اي ضربة بسيطة بتلاقي انه سببت لهم كسر او سببت لهم يعني جرح او الم. هلا بشكل عام للوقاية من الكسور المفتوحة ما فيني بوصي إلا العالم ما تسرع بالسيارة، لأني دائما السرعة فينا نوصل بس ما حدا رح يسمعنا. دائما هي السرعة وتجاوز القواعد المرور وهالقصص هيدي إلى دور كبير في حدوث الحوادث، وكل ما كانت السرعة زايدة بتكون الإصابة أكبر وأشد. وفي ناس هيك واية بيضربوا كمان، هدول تماما وبيعصبوا بيحمقوا، ممكن مثلا يمسكوا إيدهم وتلاقيهم يضربوا بإجرهم أو بإيدهم، تعمل أزيات مفتوحة. أما للوقاية من هشاشة العظام بحد ذاتها، أنا يعني بنصح كل إنسان بالرياضة، لأن الرياضة كتير كتير مهمة في المحافظة على بنية عظمية جيدة. بنصحهم تناول كميات وافرة من الكالسيوم بشكل عام بغذائه. عند المرأة بعد سن معين، بعد سن 40 يفضل تكون عندها جرعة كالسيوم داعمي بمعدل حبة كالسيوم باليوم. التعرض لأشعة الشمس بشكل جيد بشكل دائم كمان له دور كتير كبير في تأمين. في ناس بتخاف على بياضة ما كتير بتحب. والله الشمس ضرورية، لو كان الشمس ضرورية جدا جدا لتأمين الفيتامين د، لأنه كتير مهم أشعة الشمس. يعني بشكل عام للمحافظة على كتلة عظمية جيدة هناك قواعد معينة كل العالم بتعرفها.
يعني تأمين وارد كلسي جيد، الرياضة والمثابرة عليها بشكل دائم، كل هالشغلات هيدي ممكن تساعد على تأمين كتلة عظمية جيدة. طبعا إضافة للعلاجات الدوائية بشكل عام، قياس الكثافة العظمية مهم بالنسبة للمرأة. نعم. بعد سن معين لازم تعمل قياس كثافة عظمية لوضع خطة علاج أيضا في حال كان في، ودائما بيقولوا بعد انقطاع الطمس يعني بعد إيه بسنة المرأة سنتين أو ثلاث سنين، بعد سنتين ثلاث سنين أنه تأخذ حبوب الكالسيوم. إيه طبعا يفضل تأخذ، وأنا قلت لك بعد سن معين بعد سن الأربعين يفضل للمرأة تأخذ جرعة بعد سن الأربعين بحال أنه كان في انقطاع ولا ما في انقطاع؟ لا إذا في ولا ما في، إذا في ولا ما في لتأمين مخزون. أيوة لتأمين مخزون جيد من الكلس في الهيكل العظمي، تاخذ جرعه داعمه بنسميها، انه من سن الأربعين يعني. هلا اعطيتنا هلا يعني اخذنا منك يعني حقيقه يعني معلومه طبيه. نحن كنا بنعرف دكتور انه هو بعض انقطاع الطمس للمراه انه ممكن تاخذ الكالسيوم، ولكن انه هلا انت عم تقول انه لا، انه بعد عمر الأربعين مفروض كل امرأة انه تاخذ كل يوم حبة كالسيوم. كل يوم حبة كالسيوم هيدا بعد سن الأربعين قطعاً هيدا. أيوة. بنهاية اللقاء بدي اشكرك دكتور منذر بغداد، اخصائي جراحة عظمية، كل الشكر لك، واليوم على الحلقة المميزة والمعلومات الطبية اللي اخذنا منها يعني حقيقة ثقافة طبية وخاصة عن الكسور المفتوحة. شكرا لك كثير دكتور منذر، والشكر موصول لكم مشاهدينا. بلتقيكم الأربعاء القادم بنفس التوقيت وموضوع طبي جديد. دمتم بخير، إلى اللقاء.